ضروري خاصنا نتعايشوا وخاصنا نخرجوا نشتغلوا، وكيف ما كنعرفوا ان الجائحه عندها مخلفات اقتصاديه نفسيه كذلك اجتماعيه، وكتشوف هذه الكهرباء اللي ولات في عيون الناس، وهذا يعني اللي بغيت تقولي بحال واحد الغمامه نزله على الارض. لذلك رغم ذلك خاصنا نتعايشوا وخاصنا نخرجوا نشتغلوا، ولكن بحذر شديد لان الحالات ولات تتكاثر. فيعني هذه كنوصي الناس وكنوصي نفسي اننا رغم اننا كنخرجوا خصنا نلتزموا بالوقايه وبالتباعد وكذلك بالكمامه، لانها مهمه ومهمه بزاف. كنتالموا ملي كنسمعوا شي واحد مات بكورونا، بالاخص هاد الايام الاخيره، يعني ولات الارقام كتخلعنا بزاف. فحذاري، وكذلك يعني ما بغيناش حتى واحد فينا يتخص، بغينا حتى واحد فينا يتضر. لذلك ما يعني كتجيك شمتة ملي كيموت لك شي حد بالوباء، كتقول ربما كون كانت الوقايه، ربما كون كانت التباعد، ربما كون كانت يعني كيفاش حنا حمينا نفسنا. ولكن نخرجوا نشتغلوا الا كان ضروري، وناخذوا يعني الوقايه ديالنا ونستعملوا كل شيء. طبعا انا ما عمري ما كنت نجلس في الدار، وما عمري ما جلست، ولكن ثلاث اشهر ولا اربع اشهر الاولى كنا التزمنا بال يعني بالاعتكاف في البيوت ديالنا. كاين تواريخ مشات، كاين يعني اعمال اللي ما درتهاش، كاين عروض اللي ما درتهاش. كان عندي جوالات، كانت عندي سهرات، كان عندي مهرجانات، كان عندي تصوير، هادشي كله ما بقاش لمده دابا الان 8 شهور من مارس لهنايا. راه بزاف ديال الخدامين مشاو، بزاف ديال الالتزامات، بزاف ديال السفريات، يعني هادشي كله كيكون عنده يعني وقع اللي انت ما كتستحسنوش. ولكن رغم ذلك خاصنا نوليو نوضو من جديد ونشتغلوا من جديد وناخذوا الحذر ديالنا، وفي نفس الوقت نتادبطوا مع الوضع، لانه ماشي وضعنا بوحدنا، ولكن هو وضع عالمي. فخاصنا نلقاو طريقنا ونلقاو مسارنا في وسط هادشي كامل.